لا هنعمل وهنبقى بنحرك القوات، ونتنياهو زعلان من التحركات على الحدود المصريه، ودخلنا المنطقه جنب فيلادلفيا وعملنا ساتر وبنينا حاجز، كل ده اونطه، كل ده بيضحكوا عليك بيه. المخطط هيتم يا حبيبي، هيتم. قلت الكلام ده من يناير، وقلته من ديسمبر اللي فات، وقلته من السنه اللي فاتت، وما زلت مصر عليه. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. بيطرح سؤال جامد قوي، السؤال ده بيطرح إن في خلاف بين السيسي والمنظمة الدولية، كل ده كلام أونطة للتسويق الإعلامي وللإلهاء الإعلامي، يفهموك إن في خلاف ما بين الرئيس السيسي والمنظومة الدولية اللي بتحكم العالم، وان السيسي على خلاف مع اسرائيل، وانه هيضرب، وانه بيحرك قوات، وانه هيلغي اتفاقية كامب ديفيد حتى لو تم. كل ده لعب عليك، بحيث يقول لك انا عملت، انا لغيت الاتفاقية، انا حركت القوات، انا عملت وسويت. كل ده مخطط ومتفق عليه. في النهاية هو احد اصابع اللعبة، وهو ليه دور، ودي مسرحية بتتعمل عليك عشان انت تنطلي عليك، لكن في النهاية ده مخطط وحينفذه هو، وهو جاي عشان ينفذ هذا المخطط. هو عميل، وما حدش يقول لي غبي، لا، ده بيعمل دوره على أكمل وجه، وناجح في دوره لغاية دلوقتي، مسجد 120 مليون تيران وصنافير وبعها وضيع الممر الأمني. ولا حاجة حصل، ايه يعني ممر الامن بتاع تيران وصنافير اللي كنا بنقفله في الحروب؟ سد النهضه وتعامل وتنقص ميتك مش مشكله، المهم الميه تروح لاسرائيل بعد كده. وبعد راس الحكمه، وادي واجهتك الشماليه وبعها. ولسه القادم أسوأ. فاوعى تصدق ان الراجل ده لا في خلاف بينه وما بين المنظومه العالميه، لا ده هو اداه في يد المنظومه العالمية. إنما اللي بيعمله الإعلام هنعمل وهنبقى بنحرك القوات، ونتنياهو زعلان من التحركات على الحدود المصرية، ودخلنا المنطقة جنب فيلادلفيا وعملنا ساتر وبنينا حاجز، كل ده أونطة، كل ده بيضحكوا عليك بيه. المخطط هيتم يا حبيبي، هيتم. قلت الكلام ده من يناير، وقلته من ديسمبر اللي فات، وقلته من السنة اللي فاتت، وما زلت مصر عليه، والأيام بيننا.